مرحبا رحيم، لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستمر مع حرف الجي. إذا كحرف هو يعطي الصوت جو. هنا سنتكلم عن الصوت جو، وسنرى الحالات التي يأخذها حرف الجي للحصول على الصوت جو. طبعا حرف الجي يعطي الصوت جو عندما يكون متبوعا بأ أو إي أو أو، أو عندما يكون متبوعا بأحرف صامتة. طبعا نأخذ حرف الجي عندما يكون متبوعا بأ، نقول مثلا اون غار ان غاتو. اذا نتكلم عن اون غار، نتكلم عن محطة، ان غاتو نتكلم عن كعك، اون غاباغي. اذا نتكلم عن شيء نصنعه اولا، ثم من خلال هذا الشيء نقيس عليه مصنوعات اخرى، هذا يسمى غاباغي. اذا نتكلم عن غاباغي كما نتكلم عن مقاس. ثم اون غاليت، اون غاليت كما نرى في الصورة، نتكلم عن حلوى مسطحة، اون غاليت، اون غاليت. اذا نتكلم عن جي ا، جي ا، نتكلم عن جي متبوعه ب ا التي تعطي الصوت غ، مثلا ان غاراج. اذا نتكلم عن مرآب، ثم اون غاليبيت، اون غاليبيت. اذا نتكلم عن تشقلب، اون غاليبيت، اون غاليبيت. اذا نتكلم عن تشقلب. ثم نتكلم في حالات اخرى عن الصوت غ عندما تتبع جي ب او، عندما تتبع جي ب او. إذا نقول مثلا سي ريغولو، سي ريغولو، ريغولو أو بيا ريغولوت في المؤنث المقصود به ممتع، ريغولو المقصود بها كي بليزون، كي أميزون، الذي هو ممتع، الذي هو ممتع. إذا نتكلم عن شيء بليزون أو بيا أميزون يعني أنه ممتع. نفس الشيء في الكلمة التي عندنا هنا والتي تستعمل في العامية، إذا نتكلم عن ريغولو، ريغولو أو بيا ريغولوت المقصود بأنها ممتعة. نقول مثلا c'est une histoire rigolote، إنها قصة ممتعة. c'est une histoire rigolote، إنها قصة ممتعة. أو نقول on le trouve rigolo، on le trouve rigolo، يعني أننا نجده ممتع، المقصود أننا نراه ممتع. أيضا كلمة rigolo ممكن أن تعني étrange، يعني أنه شاد. rigolo تعني أيضا كي كيغيو أو بيا إتخونج. نتكلم عن شيء بأنه فضولي، المقصود أنه يدعو للفضول. ريغولو المقصود بكي بليزون أميزون. إذا نتكلم عن شيء ممتع، ريغولو المقصود به أيضا بيرسون كي في غير، كي في غير. إذا نتكلم عن شخص يعمل على الضحك، المقصود أنه شخص مضحك. إذا عندما نقول سي ريغولو، إذا المقصود أنه ممتع. إذا عندنا كلمات ريغولو، ريغولو. إذا جي متبوعة ب أو، غو، غو. إذا ثم عندنا أنغوري، أنغوري، أنغوري المقصود به غوريلا. إذا نتكلم عن نوع من القرود الكبيرة، إذا نتكلم عن أنغوري. ثم أنسكاغو، أنسكاغو. إذا نتكلم عن حلزون، أنسكاغو، أنسكاغو. إذا نتكلم عن جي متبوعة ب أو، إذا تعطي الصوت غو. ان اسكاغو، ان غوري. ثم عندنا جي متبوعه ب اي، ثم في حالات اخرى عندنا جي متبوعه ب اي. اذا نقول مثلا غولي، غولي، غولي المقصود بها شبكه تلفزيونيه فرنسيه مخصصه لبرامج الاطفال، تسمى غولي، تسمى غولي. ثم عندنا ايغي، ثم عندنا ايغي يعني حاد. في المؤنث نقول ايغي ب او مع نقطتين فوق أ، مع نقطتين فوق أ. إذا نقول مثلا أنجل إيغي، إذا نتكلم عن زاوية حادة. طبعا كلمة أنجل في اللغة الفرنسية كلمة مذكرة، سنضع إيغي بدون أ، أنجل إيغي. إذا نتكلم عن زاوية حادة يعني أنها تنتهي بنقطة كما نقول، يعني أنها حادة كالمسمار مثلا. لونجل إيغي إذا نتكلم عن الزاوية الحادة. نقول مثلا مالادي ايغي، مالادي ايغي. طبعا كلمة مالادي هي كلمة مؤنثة، إذا سنضيف أ افيك دو بوان أو دوسي. إذا سنكتب ايغي افيك أ كومبرونون دو بوان أو دوسي. إذا نتكلم عن أ متضمنة لنقطتين أعلاها. إذا نتكلم عن مالادي ايغي، إذا نتكلم عن مرض حاد، كما نقول مرض شديد. ثم عندنا ديغوستي، ديغوستي. إذا نتكلم عن أبريسيي باغ لوغو، أبريسيي باغ لوغو.
يعني أنك تقدر من خلال المذاق، يعني أنك تقدر شيئا من خلال الذوق. أبخيسيي باغ لو غو، يعني أنك تقدر شيئا من خلال الذوق، تحكم على شيء من خلال الذوق، تعطيه قيمة من خلال الذوق. أبخيسيي باغ لو غو. لو فيرب ديغوستي فو دير أبخيسيي باغ لو غو. إذن فعل ديغوستي المقصود به أنك تحكم على الشيء، تقدر قيمته من خلال الذوق، من خلال الذوق. إذا نتكلم عن apprécier par le goût، apprécier par le goût، قدر من خلال الذوق. طبعا هذا الفعل راه يتصرف، ممكن أنني أقول j'apprécie par le goût، أنا أقدر من خلال الذوق، يعني حتى نذوق عاد نقول على هذا الشيء واش مزيان ولا لا. إذن هذا معنى فعل ديغوستي. ديغوستي يتضمن جي اي اللي تعطي الصوت ج مع اي جي. ديغوستي مما سبق يمكن أن نتحدث عن اون غوت دو، نتكلم عن قطرة ماء، اون غوفر، اون غوفر. إذن نتكلم عن نوع من الحلوى كما نرى في الصورة، مكون من مجموعة مربعات، اون غوفر ثم اون غران، اون غران ثم اون غران. إذا نتكلم عن بدرة. كما نلاحظ في هذه الحالة عندنا جائر، عندنا جي متبوعة بحرف صامت، اون غران، نتكلم عن بدرة. ثم عندنا اون كاغول، اون كاغول، اون كاغول، نتكلم عن لباس أو معطف بغطاء الرأس يسمى اون كاغول، يسمى اون كاغول. إذا كلمة كاغول كما نرى تضم صوت ج متبوع بأو. ثم عندنا اون غريماس، إذا عندنا جي متبوع ب ار، جي متبوع ب ار، اون غريماس. إذا نتكلم عن تعبيسة، إذا الإنسان يعبس وجهه مثلا، إذا نتكلم عن اون غريماس. كما نلاحظ بأن الجي متبوعة بحرف صامت اللي هو ار. ثم عندنا لاغوش، لاغوش، لاغوش يعني اليسرى، لاغوش اليسرى أو اليسار. إذا نتكلم عن لاغوش، جي متبوعة ب ا اي. في حالات أخرى نتكلم عن جي متبوعة ب اي ثم اي، نقول مثلا اون غيتار، اون غيتار، اون غيتار، ثم اون غيرلوند، اون غيرلوند، اون غيرلوند، نتكلم عن اون غيرلوند. اون غيرلوند المقصود بها إكليل زهور، نتكلم عن كورون دو فلور، نتكلم عن إكليل زهور، كورون دو فلور، شريط زخرفة، شريط أضواء يشبه الزخرفة من حيث الديكور، إذن تسمى اون غيرلوند. إذن نتكلم عن جي اي متبوعة ب اي، ثم سو ديغيزي، ثم فعل سو ديغيزي. إذن نتكلم عن فعل تنكر، ديغيزي المقصود به أنك تشوه منظرا من أجل الخداع مثلا، تغير شكل الشيء أو منظره لتخدع الناس مثلا. إذا نتكلم عن ديغيزي، هنا عندنا لو فيرب سو ديغيزي، سو ديغيزي المقصود بأنك تغير شكلك وتتنكر. ثم عندنا ان غيدون، ان غيدون، ان غيدون، فوالا سي تان غيدون، فوالا سي تان غيدون. ثم عندنا جي يو او، جي يو او، مثلا كلمات اون فاغ، كما في مثال اون فاغ، اون فاغ، اون فاغ، موجة، أو بيان اون بلاغ، اون بلاغ، خدعة مسلية نتكلم عنها فوا، فوت كوميز باغ ليجيرتي. إذا نتكلم عنها فوا، أو بيان بوتي ساك أطابا، كيس صغير للتبغ، بلاغ ممكن أنه يعني بوتي ساك أطابا، كيس صغير للتبغ. عموما كلمة بلاغ تعني اون فارس، المقصود بها خدعة مسلية. ثم اون جاب، اون جاب، اون جاب، اذا نتكلم عن زنبور، اون جاب. ثم عندنا غيري، غيري، سي لو فيرب غيرير، لو فيرب غيرير المقصود به يشفي، غيري المقصود به شفية. ثم عندنا فاتيغي، فاتيغي، فاتيغي المقصود به انه متعب او مصاب بالتعب، نتكلم عن لا فاتيغ، لا فاتيغ يعني التعب، لا فاتيغ التعب، فاتيغي متعب، مصاب بالتعب. إذا عندنا دي سيلاب مقاطع لفظية
عندنا مجموعة مقاطع لفظية on a des syllabes. كما نرى عندنا جاء تنطق جا، ثم عندنا جو جو جو، ثم جي جي، لأن أي تنطق كأ أكسون. إذا نقول جي جي، ثم جوا جوا، ثم جو جو، ثم غار غار، ثم غور غور، ثم غرا غرا، غور غور، غرو غرو، ثم غرو غرو، ثم غري غري، ثم غون غون، ثم غرون غرون، ثم غور غور، ثم غلو غلو، ثم غلي غلي، ثم غلا غلي غلا، غول غول، ثم غال غال، ثم غيل غيل، ثم غ غ، ثم غي غي غي، ثم غي غي. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.